وهذا متسع كبير وهذا إنجازات كبيرة خصها تدير فواحد العرض فواحد ليكروم بحال هذيك اللي شتي قبيله، ولأنها المشاريع كبيرة وغادي تلقى القطب الحضاري نديرو المشروع ديال القطب الحضاري وغتجي تلقى الموظفين في بلاصه مرتاحين وتلقى المواطنين مرتاحين وشي طبيعي الحال عندي حق انني نديرها ومرتاحين لان ساهل عندي ونديرها في المقاطعه. اقول كيفاش درتوها انتوما وجيتو اللوجيستيك باش ديرها في المقاطعه في المحافظه؟ هذا سؤال وراه شي حاجه نقول لك هذه وراها شي حاجه اخرى كنقول لك انا يعني انا الحمد لله هما جاوا شتي كيفاش كانت عامره القاعه بالناس وكيفاش خدموا وكيفاش صوتنا بالاجماع وكيفاش كل شيء. والغريب في الامر ملي غنحولها وديروا لايف اشنو هي يعني هربتها حل ذا يعني جينا درنا لايف مباشر على الساكنه كلها اللي بغات تمشي دخل المقاطعه من السيد ديالها وتشوف كل شيء كل عضو اش قال وكل واحد اش قال كل واحد اش تكلم والجديد والمنجزات كل شيء كاين في كل شيء كاين في اللايف. وهذه امور الحمد لله عندنا الشجاعه في المقاطعه اول مقاطعه لنا الشجاعه باش نديروها ولنا راسنا مرفوع والشيء كيفاش العضاء واقفين 26 27 عضو بالك مصوتين باجماع على عدد المجالس وتناقشوا في عدد النقط. الهراويين حنا في عندنا يلا بدات تقاد شويه الهراويين حنا مشينا كان عندنا صفر في الملعب دابا جوج غنجوج اربعة تقريبا الى تسهلت الارض اللي غندير فيها لقينا السهوله فينا يعطونا الفوفير نبنيو نديروا ملعب اخرين. عندنا حنا مشينا اول مره دخلنا الزفت فيها وقادينا الطريق شنا هي حنا تحلات ديك المرافق اللي السيد الوالد نشكرو بهذه المناسبه اللي حل المرافق ديال كلها المارشي حل 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 المسجد مركز الشرطه المصوصاف تكون مهني وخدام حل دار الشباب النادي النسوي القاعه المقاعات المغطاه ديال الملاكمه وديال الالعاب الفرديه حل كذلك المقر الاجتماعي هذه الامور تحلات. يعني الهراوين هي صعبه جدا في البنيه التحتيه ديالها صعبه في اطار الخصاص ولكن الحمد لله جيت قارنا مع الهراوين اللي ورا الطروط غتلقى لها مجال للمقارنه ولكن مع ذلك هادشي ما مهنيناش هذا الشيء تيتكلموا بقرحه ان خصها تنزل امكانيات كبيره للهراوين. الثقافي ديال سيدي عثمان سيرى النور ان شاء الله من بعد رغم اللي تلقى لنا حل لان وعدتنا لهذا الحال باقي ما لقاش حل الارض ديك الارض باش تحل المشكل ديالها. من هذا النداء تنقولوا لها انها خصها تحل المشكل مع المحكمه باش حنا نبنيو مركب ثقافي بمواصفات كبيره ما بغيناش نرقعوا مركب ثقافي صغير بسيط بغينا مركب ثقافي يجي الاسم ديال مركب سيدي عثمان مكانته المركز ديالو والميزه ديالو من عاش من عرف قدره الانسان عارف انه في المصير غيجي تحت الحيط انا تمشي تحت الحيط ما تمشيش تمشي تضل ما تمشيش انا بين العضلات ديالي ولاحظتي عندي بزاف حوايج نقولها في المدينه وغير المدينه انا برلماني ثلاث مرات رئيس جماعه ثلاث مرات مستشار ديال الوزير راي النائب رئيس الجهه نائب هذه كلها مرافق دوزها بركه ولكن منطقتي خصني نهني خصني نبي لها الطلب ضفت في 2009 هراويين عيب علينا ولكن المشكل خصنا نفضيه.